أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام أن ما تشهده مملكة البحرين من مسيرة ديمقراطية حافلة بالمنجزات تؤكد مضي المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبفضل وعي وتلاحم شعبها نحو ترسيخ المكانة الرائدة لمملكة البحرين في المنطقة والدفع بعجلة البناء والتنمية المستدامة في ظل المسيرة التنموية الشاملة. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة وزير شؤون الإعلام مساء أمس المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات النيابية والبلدية 2022 في فندق كراون بلازا البحرين بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام وسعادة السيد يوسف محمد بن خليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وعدد من المسؤولين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. كما أكد سعادته الحرص على توفير كافة التسهيلات لوسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لأهمية دورها في تسليط الضوء على التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين والمشاركة الفاعلة لأبناء الوطن وممارسة حقوقهم في الترشح والانتخاب، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي قد تم تجهيزه بكافة الخدمات الفنية والإدارية والتقنية التي تكفل لمختلف الوسائل الإعلامية تغطية الانتخابات النيابية والبلدية 2022 في مملكة البحرين بكل سلاسة. المركز الإعلامي لانتخابات 2022 افتتح المركز بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام. تم تجهيز المركز بكافة الإمكانات الإعلامية والفنية والتقنية لتغطية هذا الحدث التاريخي، وشهد الافتتاح مشاركة كوكبة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين. نتمنى للأخوان في مملكة البحرين الشقيقة كل التوفيق والنجاح. أسعدني ما شاهدت هذه الليلة من حسن تنظيم واستعدادات جيدة. الجميع هنا يعني سواء من البحرين أو من دول الخليج والدول الأخرى يستعد لتغطية هذا الحدث الهام. طبعا البحرين عادة عودتنا على إنجاح جميع الفعاليات والمؤتمرات التي تقام في هذه المملكة الغالية. هي المشاركة تأتي في إطار نقل هذا الحدث المهم الذي تشهده مملكة البحرين بعد غد إن شاء الله عبر مسيرتها البرلمانية ومشاركة الشعب في عملية التصويت خلال الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية لهذا العام إن شاء الله. طبعا اليوم شاهدنا في المركز الإعلامي تجهيزات كبيرة جدا وكذلك أعداد كبيرة من الإعلاميين في المركز الإعلامي والذي أتوا من جميع الدول الخليجية وعربية وكذلك من دول آسيوية. بكل تأكيد البحرين تتجهز لعرسها النيابي والبلدي والذي سيكون بعد يومين بإذن الله. توقعات كبيرة إن شاء الله بنجاح العرس الانتخابي في مملكة البحرين وذلك لما شاهدناه من نجاح باهر في انتخابات 2018 ومحققته من يعتبر أكبر عدد ناخبين مر على مملكة البحرين في هذه الانتخابات. كنا مراسلين وهذا يعتبر أنك أنت قاعد تمثل البلد في بلد آخر. العرس الانتخابي البحريني يستحق منه هذه الوقفة الإعلامية وهذه التغطية بشكل عام، خاصة بأن الموضوع يعني قاعد يروح على الانتخابات البرلمانية وكذلك المجالس البلدية على حد سواء في يوم يعني يفعل مفهوم مشروع جلالة الملك الإصلاحي في هذا الجانب. احنا اليوم قاعدين نشوف المرأة البحرينية شلون قاعدة تنتخب وشلون قاعدة ترشح، فبالتالي أكيد هذه من ضمن الوقفات الجميلة واللي دائما احنا نشيد بدور مملكة البحرين فيها. كنا إعلاميين حابين طبعا ان احنا دائما نغطي هذه الأمور سواء كانت من التقارير المسجلة سواء كانت من التغطيات المباشرة، وما قصرت وزارة شؤون الإعلام في تأمين المركز الإعلامي من خلال تأمين الكثير من التقنيات الإعلامية والحديثة اللي من خلالها أكيد راح تيسر عملية هذه التغطية، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع إن شاء الله. أعرب سعادة الوزير خلال الافتتاح عن تقديره للجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب والإدارة التنفيذية للانتخابات والجهات التنظيمية المعنية على تعاونهم في تيسير الإجراءات الكفيلة بتغطية هذا الاستحقاق الديمقراطي في أجواء إيجابية.
وتقدم سعادته بالشكر الجزيل للإعلاميين والصحفيين والمحللين ولكافة مندوبي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين. مركز إعلامي مجهز بجميع الإمكانات الإعلامية والفنية لتسهيل مهمة جميع الفرق الإعلامية لتغطية هذا العرس الانتخابي ولإيصاله إلى جميع دول العالم. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.